الجهاز الهضمي من 12 وبركريوس. بركريوس؟ بركريوس ايه يا بنت؟ بركريوس ايه؟ اسمه بنكرياس، بوظت الجهاز الهضمي. ما هو الاسامي صعبة، امال ليه المدرسين بيحطوا اسامي صعبة كده ليه؟ المدرسين ما بيحطوش اسامي، الكتب بتيجي من الوزارة كده مطبوعة جاهزة. وبعدين ده تعليم اللي بتعلموه ده؟ فين زمان وواجبات زمان ومدارس زمان؟ كان واحد يجي من المدرسة بيشر عرق كده، قالع المريال عصرها كده تنزل عرق، اخش من باب المدرسة على باب البيت على المكتب على الكتاب عدل، ما سيبوش الا هو على الجلدة، مش زي دلوقتي دروس خصوصية وبرامج تعليمية والباص المكيف اللي بيجيبك ويوديكي. يا بنتي ما تعقديش البنت، قولي بقى ان انت غيرانة منها عشان بتركب الباص، وانت قعدتي الاعدادي تروحي وتيجي بالعجلة، بس بعد كده كان عيب ما يصحش. يا ماما لو سمحتي اسكتي حضرتك، سيبيني اعلمها وافطنها كويس، انا ست تربويه وفاهمه اللي بقول ايه. لازم الاجيال دي تعرف ان الاجيال السابقه اللي هو احنا رفعنا رايه التعليم الاساسي في مصر الى ان وصل الى هذه المرحله من التطور. ياسمين تعالي اذاكر لك. شكرا. وايه اللي شكرا ده؟ ومالك شكرا؟ انا لازم اتابعك واشوف دروسك ماشيه ازاي. يا بنتي كفايه، روحي شوفي اللي وراكي. يا ماما انا فاضيه، يا ماما فاضيه، صلحت كل الكراسات وكل الشهادات صفرتها وميتها كحك احمر كحك احمر، فاضيه. يعني قاعده فاضيه بقى وبتسلي بينا. يا ماما انا عندي وقت للتسليه. ياسمين قولي لتيتا مين اللي عمل لك الواجب امبارح؟ الواجب كله طلع غلط، والميس زعقت لي. دي ميس حمارة، ميس حمارة. انت هتقوليلي على المدرسات بتوع المدارس الخاصة؟ هما بيفهموا حاجة؟ مدرسة من دول تخش الفصل فاكرة نفسها بتدرس في جامعة كامبريدج، أول ما تخش تلاقي كل دي تشامب دي زيبغو أفيك إغ دي زيبدوليري أنا جوميزي بيغو جامي جامي جامي. وآخر الشهر تقعد على قلبها قد كده. كفاية بقى المدرسة هتقع. تعالي يا ياسمين وريني بتذاكري إيه. الله ده منهج سهل قوي وبسيط، ده من أسهل المناهج اللي هتقابليها في حياتك. يا بقى لما تكبري لسه وتاخدي الجهاز العصبي وتكبري اكتر وتدرسي الذره وما تعرفيش تذاكريها اساسا، والله بقى يا ياسمين لو دخلتي ادبي ودخلتي بقى على البؤره النفسيه التحوريه وعلى فوليير وفرايد سيجموند ودخلتي على ديكارت ودخلتي على العقد النفسيه. يا بنتي الله يهديكي سيبيها تركز. سيكي يا ماما، يا ماما سيبيني اسقيها من علامي، بنتك 12 سنة خبرة في التربية والتعليم، البنت دي قاعدة في نفس البيت اللي أنا قاعدة فيه، لما آخر السنة تجيب لي 8-29 ملحق وتسقط، شكلي يبقى إيه؟ دي تبقى عار عليا يا ماما في التربية والتعليم. وأنا هسقطي دي ده؟ لا يا حبيبتي، هتنجحي وهتطلعي الأولى كمان. بصي يا ياسمين، لو ذاكرتي 18 ساعة في اليوم من غير لا أكل ولا تخشي الحمام، أوعدك إنك ممكن تعدي. كل ده؟ لا انا عايزه اسيب المدرسه. سيبي ايه؟ المدرسه. فاشله زي ابوكي. يا رمزي عايز ايه؟ عايز ايه؟ يا سيدي النهارده انا مش جاي، النهارده الجمعه اجازه وهاخد بكره وبعده اجازه كمان. طب وانت مالك انت تاخد اجازه؟ لو هتاخد اجازه رمزي خد اجازه على طول، يعني ما ترجعش تاني. عايز الأجازة عشان إيه؟ تروح فيلم من 5 لـ6؟ يا ابني الفيلم للناس اللي استيعابها سريع يعني. أنا من رأيي لو هتروح فيلم روح من 5 لـ5 تاني يوم عشان تفهم. يلا سلام. يلا اقفل بقى يا رمزي. اقفل يلا سلام. إيه يا ياسمين؟ إيه؟ خلصت الواجب؟ النهاردة وبكرة أجازة. أيوة أنا ما خلصتيش الواجب ولا إيه؟ اتفرج على التلفزيون شويه وبعد كده اكمل الواجب. لا حبيبتي ما تاجليش عمل اليوم الى الغد، ما دام هتعملي الواجب بتاعك خلصي الواجب كله وبعدين اتفرجي على التلفزيون زي ما انت عايزه. كل عيال معانا اللي في المدرسه بيتفرجوا على التلفزيون شويه وبعد كده بيكملوا واجبهم. ده ايه الجيل المهبب ده؟ عارفه بقى ياسمين انا لما كنت قدك كنت بعمل ايه؟ اول ما اخلص المدرسه وارجع على البيت اقوم حاطط الشنطه بتاعتي في مكانها ومغير هدومي وما اقومش من على المذاكره الا ما اخلص الواجب، مش كده يا ماما؟ كده يا حبيبي.
والشبشب يشهد. ده انا كان لساني بيتدلدل عشان تذاكر، مفيش فايده، ما كنتش بتمشي الا بالعلا. اهو طبعا ماما ما كانتش قصدها، انا كانت قصدها اللي بيعمل كده يعني زي عمته سناء. الواجب بتاعي صعب وانا مش عايز اعمله دلوقتي. لا يا حبيبتي لازم تعملي الواجب بتاعك. بصي خديني انا مثال ليكي، يعني انا لولا ان انا مجتهد وان انا بهتم بشغلي ما كانش يبقى البازار بتاعي ده معروف وابقى اشهر بازارجي في مصر كلها. الشغل بتاعك اسهل 100 مره 100 مره من الواجب بتاعي. يا سلام، ده ايه الغرور ده؟ لا طبعا شغل صعب، بس هو بيبان سهل لان انا ادائي في الشغل هو السهل الممتنع. طب ايه رايك بقى، انا ممكن اعمل الشغل بتاعك في منتهى السهوله وانت ما تقدرش تعمل واجب بتاعي بمنتهى السهوله. ازاي يعني الواجب بتاعك ده؟ ده انا احله في 3 دقايق وفي وسطيهم اخد يا راحه كمان. طب بص بقى، انا عندي النهارده وبكره وبعده اجازه، وتعالى نشوف، انا اروح في البازار اخلص شغلك وانت تحل الواجب بتاعي. والله فكره، انا ما عنديش مانع، موافق. ماشي اتفقنا. بتعمل ايه؟ هدول بظبط لك وش القفص الجديد قدامه، هو نعم والمعيوب ورا. الامانه سر النجاح هدول، واهم حاجه في شغلتنا دي واجهه المحل، الوش، استفتحت فرشتك يعني. استفتحت فرشتك؟ ايه يا ابني، الفراعنه كانوا فاتحين فكهنجيه في سوق العبور ولا ايه انت بتقول فيها؟ ده على فكره بقى الفراعنه دولت ما سابوش حاجه ما اشتغلوش فيها دولة. انت عارف لو كانوا عايشين لغايه دلوقتي كان زمانهم اشتغلوا في الموبايلات. ايوه صح، كانوا غرقوا بقى شارع عبد العزيز كروت محنطه. الشغل اللي انت بتقول عليه ده صعب. ياسمينة حبيبي، جميله كلبوزه، جميله. ايه ده انت مش فاكراني ولا ايه؟ ده انا حضرت اسبوعك. اسبوعها ايه؟ انت كنت لسه شايفها امبارح، تقعد تفكرها باسبوعها؟ معلش غبي شويه يعني. ياسمين حبيبي، طب وايه اللي جايبك النهارده؟ ياسمين يا سيدي هي اللي هتدير المحل، عندها اجازه 3 ايام. شكلكوا انتوا الجوز كده مش بتوع شغل خالص. لا امورينا يا ست الكل، امورينا. اموري تشربي شاي ولا قهوه؟ مصاص. طب زياده ولا بقى الريحه يعني؟ كريز، وما تتاخرش بالسكه. حاضر عناية. حاضر. طب الفلوس هحاسبك بعد ما تيجي. لا ادرجيه مش عايزين رأيك. ياسمين يا حبيبتي انا بس عايز اسالك سؤال فني، ليه قلتي له لما تيجي هديك الفلوس؟ عشان اضمن انه يجي بسرعه وبعدين ياخد فلوسه. برافو عليكي، انا بعمل كده معاه بالظبط، طلع على باباكي بالظبط. برافو عليكي يا سيدي. الشوكولاته اللي انت طلبتيها؟ انا قلت مصاصه وبالكريم. حاضر هرجعها. ادرجيه مالكش دعوه. برافو ياسمين، احسن ياسمين، برافو عليكي. هو كده، روح رجعها وهات غيرها. المصاصه يا ست الكل، هوا دي مش بالكريز، وبعدين حته مصاصه مش عارف تجيبها، امال هتبيع وتشتري ازاي؟ بابا انا مش عايزاه في المحل. والله ولا انا عايزه في المحل، انا اساسا من يوم ما فتحت البازار ده مش طايق، مش من يوم ما فتحت البازار، من يوم ما عمي خلفه بره. ايه ده؟ لا دولا، بقول لك ايه بره ايه ده؟ انا كده هبقى على الرصيف ومفيش. يا داخله معاها السكين ليه كده؟ داخله معاك على السكين عشان شايفاك بطيخه، اتصرف. طب معلش يا دولا، يعني ياسمين دي بنتك وانت زي ابوها برضو؟ زي ابوها؟ انا ابوها يا ابني، ما دي بنتي عادي. طب ماشي، يعني حنن قلبها عليا وننقل. والله بص دي مواضيع ماليش دعوه بيها، هي المديره ومسؤوله عني انا وانت. انا وانت بقينا يعني زي بعض دلوقتي. مع عدوك اللي بنكارك يا دولا، انت عايز تاخد مكانتي. مكانتك ايه يا ابني؟ انت ليك مكانه. بص يا رمزي، عايز تشتغل في المكان ده لازم تستسمح. ماشي ياسمين حبيبي. ياسمين ياسمين انا اسف ومش هغلط تاني، والحياه تجارب يعني. هجربك مره واحده بس، وايه غلط اطردك بره يا امكن. ايه بقى بالالعاب؟ بس الالعاب دي عايزه تسخين. لا انا اختار حاجه اسهل. بتعمل ايه في شنطه بنتك يا عادل؟ بعمل الواجب، الهوم وورك. انتوا لسه هتكملوا في اللعبه العبيطه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ سناء لو سمحتي سيبيني اربي بنتي بالطريقه اللي انا شايف انها صح،
ما تتدخليش يا سناء. خلاص يا عم انت حر. ماما لو سمحتي اعملي لي شاي معاك. حاضر. عادل اعمل لك شاي مع اختك؟ لا يا ماما انا عايز قهوه. ولا اقول لك هعمل انا القهوه بنفسي عارفه، لان القهوه دي بتتعمل بطريقه معينه يعني. والواجب بتاعك يا عادل؟ ما انا هعمل القهوه وبعدين اقعد اعمل الواجب، اصل انا لازم اركز وانا بعمل القهوه يعني. يا حبيبي روح انت ذاكر وانا هعمل لك القهوه. ماما اصل القهوه دي فن يا ماما، مش اي حد بيعرف يعملها. الواجب بتاعك يا عادل. حاضر حاضر حاضر. هبتدي بايه بقى؟ ساينس؟ لا سوشيال ستاديز. انا هبتدي بالعربي بقى يعني، على اساس ان هو ملعبي ان انا شاعر وكده يعني. هبتدي بالعربي. سعيد افتح الباب سعيد انه ساع البريد. سناء هو عرف منين ان ساع البريد هو اللي بره، ولا ساع البريد بيبقى له خبطه معينه؟ قلب الام يا عادل بيحس بكل حاجه. يعني دي قصيده من وجهه نظر الام. لا كده الواحد هيبقى له رؤيه مختلفه بقى. العم زاهر صياد ماهر يرمي الشبكة في الماء وجر الشبكة شبكتي الشبكاتو نحو الشبكاتو. الشاي والقهوة يا عادل. تعبناك يا ماما والله. تعبك راحة يا حبيبي، المهم ان انت تنجح في الثانوية العامة. المجانين في العين يا ماما. بعد اذنك يا ماما، بعد اذنك يعني يا ماما، سيبيني بس اربي بنتي بالطريقة اللي انا عايزها بعد اذنك. وانا قلت حاجة بس محدش عارف مين بيربي مين. لا انا مش عايز اشرب قهوه، مش معقول هشرب قهوه على معده فاضيه كده. انا عايز اكل الاول وبعدين اشرب القهوه، اصلا ما بعرفش اركز خالص وانا جعان يعني. حجه البليد مسح السبوره. بقول لك يا سناء، ايه رايك تاكلي حاجه حلوه نبعت نجيب حاجه حلوه، ولا ايه رايك نعمل هنا حاجه حلوه؟ نعمل كيكه اسفنجيه مثلا. ودي ان شاء الله اللي هتمسح بيها السبوره. تعرفي انت بس مقادير الكيكه الاسفنجيه ولا اسال رانيا؟ اسال رانيا، اسال رانيا. رانيا يا رانيا، رانيا ادي دقني اهو، لو خلصت الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنلخبط في شغله. طب خلاص باي باي بقى عشان ليه فرق. باي باي باي. تعال هنا. ايه هتضربي صح؟ هتضربي هتضربي. قلت لك 100 مره ما تحطش التمثال على الرف ده. طب امال احطه فين بس يا ست الكل؟ حطه هنا جنب اخواته. ايوه بس دولت من ام تانيه. بقول لك ايه، ما تقاوحش معايا، خليك طريف ولطيف عشان تخلص شغلك بدري عشان تروح. لا انت بتضحكي. يلا. لا انت بتضحكي عليا، شكلك بتضحكي عليا. بصي بقى ست الكل، احنا دلوقتي بقى ميعاد الغدا وانا على لحم بطني من الصبح. طب ايه رايك بقى؟ مفيش ولا اكل ولا راحه غير لما تخلص الشغل اللي عليك وترتب الرفوف زي ما انا عايزه. بس يلا. حاضر حاضر. انت وابوكي كده عليا كده على طول. يلا ماشي اهو بقى. صباح الخير. صباح الفل. كنت عاوز اسال حضرتك كل حاجه موجوده هنا عندنا في البازار، يعني حضرتك فرعوني موجود، اسلامي موجود، تحنيطي موجود، حتى لو حضرتك عايز علبه سجاير ممكن اروح اجيب لك واجي. ممكن رمزي تعالى تعالى هنا. هو احنا بنشحت من الراجل؟ المفروض تسمعه وتركز معاه، تسمعه الاول بعد كده ايه تشوف هو عاوز ايه وتروح تجيبها له. صح عندك حق، يعني دلوقتي اروح اسمع منه وبعدين. روح انت رتب الرفوف وانا هسمع. اتفضلي ست الكل اتفضلي. حضرتك عايز ايه؟ يا ريت اكلم حد كبير. ايه اللي يعني هو حضرتك هتحبها؟ هي حضرتك ست الكل دي يعني هي اكبر حد هنا عندنا. يا رمزي ماشي انا اسف. انا هنا اللي ماسكه الشغل بدل بابا. حضرتك عايز ايه؟ انا كنت عايز اشتري هديه لمراتي يكون ليها شكل اثري. حاضر. عندنا العلبة دي ممكن تحط فيها الذهب بتاعها. ماما عندها واحدة زيها. هي بصراحة حلوة. ما هي أكيد حضرتك حلوة. هو يعني هل في رأي بعد رأي ست الكل؟ إيه اللي حضرتك بتدولك خده وأنت مغمض؟ يا رمزي. إيه نعم. روح أنت. وإيه رأيك بقى؟ مفيش أكل النهار. تعال هنا تعال هنا. نعم. أنت كنت بتقول إيه؟ ما أقول. لا أنت كنت بتقول حاجة. أنا كنت بتقول حاجة. باي.
بقى واقف لبخني مش عارف اشتغل منك. ما انا بشوف بقى العجينه ناقصه سكر ولا حاجه يعني. خلاص مش دقتها؟ دقتها ايوه، بس انا اصلي بحب طعم العجينه دي قوي. بقول لك ايه، تحب تاكلها كده اعملها لك ساندويتش؟ لا بعد كده اخش الفرن يعني؟ لا مش معقوله طبعا. عادل بقول لك ايه، انت مش وراك واجب؟ اجي نروح اعمله يلا. ايه بس انا خلصت معظمه يعني، انا خلصت الرسم ولونته كله الحمد لله، فاضل شويه واجب بسيط يعني. بقول لك انت يا حلوه يا قمر يا بيضه، لو خلصت الواجب كله النهارده هديك حته كيكه شوكولاته قد كده. انت بتعامليني زي ما اكون عيل صغير، فاضل بقى تقولي لي لو ما خلصتش الواجب مش هتلعب مع العيال في الشارع. عادل مش انت اللي اخترت؟ خليك قد كلمتك وروح خلص الواجب بتاعك يلا. ايوه انا قد كلمتي، انا وعدتها ولازم ابقى قد كلمتي. تعالى تعالى يا سواجب، ايه اصعب حاجه فيك؟ يا سلام الساينس ده سهل جدا. الله يخرب بيت عقلك يا سمعه. ايه ده، هو انت بتتفرجي على فيلم ايه ده يا سناء؟ اسماعيل ياسين في الطيران. الله، ده انا كان من زمان نفسي اشوفه بس ما لحقتوش السينما. ايه بقى اللي موقفك هنا يا ابو واجب انت؟ لا ما انا الواجب ده سهل يعني، انا هشوف الفيلم، اصل ده حته فيلم. عارف انا الفيلم ده شفته كتير. مذاكره ايه اللي قدام التلفزيون دي يا عادي؟ عادي يعني، ما انا بركز، اصل انا عايز ادخل اعلام. نشره الاخبار جت تطفي بقى لغايه ما الفيلم يجي. انت طفيتي ليه؟ ما انا بضحك في نشره الاخبار. ماشي عادي، نشره الاخبار هطفي اريح التلفزيون شويه وبعدين اشغل تاني كل فيلم جه. طب افرضي التلفزيون مثلا ده وهو مقفول كده الفيلم جه واحنا ما عرفناش. لا ما تخافش، انا مركزه قوي في الوقت، هولعه لما الفيلم يجي تكون انت خلصت الواجب. طيب بس ما تنسيش بس تفتحيه. لا مش هنسى، بس خلص الواجب. حاضر، هي النشره تخلص على طول يعني. ايوه. لا مش عايز اذاكر حساب، انا هذاكر بقى حاجه تانيه. ايوه انجليزي، انا بحب الانجليزي قوي صراحه يعني، كنت متميز فيه لما كنت صغير. اوزير اوزي اوزير اوزير يعني ايه؟ اذر اذر اذر، اللي هم الاخرون يعني. رانيا يا رانيا، مش معقول انا مش لاقيه ولا بنسه من بنس الشعر بتاعتي. يا مامي ارحميني، انت مش شايفاني مشغوله وبعمل الكيكه السفنجه؟ هتلاقي في اي درج عندك من الادراج. ما تعطلهاش يا مجيده، بتعمل لنا سفنجه عشان نمسح بيها الارض. كملي طبيخ يا حبيبتي، ما تخليش حد يعطلك. بنس ايه اللي انت عايزاها دي يا حماتي؟ البنس بتاعت الشعر بتاعتي. عارفه في واحد اللي هو تحت البيت ده اللي هو بتاع بوتيك رشا، الراجل صاحب البوتيك ده صاحبي، عنده بنس بقى كل الالوان، عنده احمر واصفر والاخضر، ده مش موجود في السوق بس عنده، وعنده كمان بنس اللي هي على شكل توكه، وفي عنده كمان اللي هي ايه توكه بقى على شكل خوذه كبيره كده، هو بيبقى فيها نور عشان لو النور مقطوع مثلا ولا حاجه وانت خارجه رايحه اي حته مثلا فما تتخبطيش في الحيطه. طب ممكن من فضلك تبقى تجيب لي من التوك دي لو سمحت يعني، وانا هبقى حاسبك بعدين. عينيا هجيبها لك دلوقتي فريره. ما تنزلش يا عادل. مجيدة البنس بتاعتك انا مخبيهم في اوضتي تحت المخدة بتاعت السلم. ميرسي قوي يا سناء. وانت ارجع تاني على كرسيك خلص الواجب بتاعك. يا سناء انت حاطه مضرب البيت فين؟ هتلاقيه عندك في الدرج. انا عارف مكانه. عارفه فين؟ هتلاقيه في رابع درج ان هو على الشمال جنب اللي هو العصاره بتاعت الليمون. اجيبه لك؟ لا لا متشكره، انا عرفت مكانه، اتفضل روح خلص الواجب بتاعك. انبط بقى انبط بقى وارجع على الكرسي بتاعك خلص الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنتك لو جات ولقيتك ما عملتش الواجب هيبقى شكلك وحش. اللي كل شويه خلص الواجب خلص الواجب، الواجب ده لعلمك سهل جدا، انا ممكن اخلصه بصبع رجلي. هو رخم بس شويه، بس هو سهل يعني. بس ايه ده؟ ياسمين معادها، هروح اجيبها. ما تنزلش يا عادل. يعني ايه؟ اسيب بنتي ضنايا في البازار تبوظ البازار؟ يا عادل عادل لو سمحت وانت نازل تبقى تفوت على الراجل بتاع المحل اللي عنده التوك الفراشات دي وهات لي شويه فراش. وانا فاضي لعب العيال بتاعك ده، انا عايز الحق بنتي. ما تنزلش يا عادل، لسه ما خلصتش الواجب. يا مستهتر يا مستهتر. ايه ده؟ ايه ياسمين؟ انتوا رصيتوا الحاجات دي امتى امال؟ رتبتهم لك، القصير قدام والطويل ورا. وتعلمتيها ازاي دي؟ في طابور المدرسه، القصير قدام والطويل ورا.
طب حلو قوي. امال رمزي فين؟ امال عمل ايه؟ ايوه يا ست الكل حاضر. الاسير قدامك طول ورا، الاسير قدامك طول ورا، الاسير قدامك طول ورا. ايه اللي حصل؟ انت عملت ايه؟ قرست عليه شويه، خليته يشتغل لاول مره في حياته. ايوه بس يعني هو شكله مش طبيعي شويه، بس برافو عليكم. يعني عايزه تقنعيني ان هو اللي رص كل الحاجات دي في يوم واحد؟ يعني هو انكل رمزي كان محتاج حد يضغط عليه شويه ويعلمه شغله ويفهمه يعني، وانا كنت العقل وهو محتاج عقل. لا هو محتاج عقل من زمان انا عارف طبعا، بس كويس ان انت عملت معاه كده. بعلمك انا بعمل معاه طول الوقت كده، يعني في بازارات كتير كان عايزين ويحترف عندهم بس انا رفضت وتمسكت بيه. بابا انت عملت الواجب؟